بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم هو الخميس الموافق 26/11/1449 من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، المقابل 10 سبتمبر 2048 من ميلاد النبي عيسى عليه السلام. هذه الحلقة رقم 133 من سلسلة حلقات في برنامج بعنوان برنامج عام عن الأديان. موضوع الحلقة اليوم هو الجذر اللغوي لكلمة سحر. ما هو السحر؟ سحرة، ما معنى السحرة؟ سحرة يعني أخفى الحقيقة، يعني أخفى الأشياء عن حقيقتها، يعني لم يظهر الأشياء على حقيقتها، هذا معنى سحرة. ومن السحر هو إظهار إخفاء الشيء وإظهاره بحقيقة غير حقيقته. قلوا سحروا استربوا مجاب سحروا عيون الناس. إذن سحروا عيون الناس، غطوا عيون الناس حتى لا ترى الحقيقة، لا ترى الحبال على حقيقتها وإلى آخره. لما نقول اسحر فلان يعني احجب الحقيقة عنه، احجب خلي يرى شيء غير ما هو، غير الحقيقة. نأتي إلى القرآن الكريم لنرى كيف تناول القرآن السحر أو الأسحار أو المسحرين. نكال من المسحرين قالوا سحران. إذن السحر هو إخفاء الحقيقة. نأتي لنرى كيف ذكر القرآن هذا السحر. ما هو السحر؟ قل هنا إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. ناس يفهمون أن نجاهم بسحر يعني في وقت السحر، لم يقول نجاهم في السحر أو في سحر، قال بسحر بواسطة باء السببية، يعني ذهبت بالسيارة، يعني بواسطة السيارة ذهبت إلى السوق. إذن هنا القرآن الكريم دقيق، ما قال نجيناهم في السحر وقت السحر، لا، قال نجيناهم بسحر. احنا قلنا ان السحر هو ان لا ترى الشيء، ان يحجب عنك الشيء، هذا السحر. اذا السحر فرضنا كذلك هو ان في وقت السحر، لماذا يسمى وقت السحر؟ لانه لا يزال تزال الشمس والنهار منحجب. بسحر بعدم رؤية ما حدث لقوم لوط. إذن آل لوط نجوا بسبب أنهم لم يروا وحجبوا وانحجبوا عن حقيقة ما حدث لقوم لوط. ولذلك يقول ولا التفت أحد منكم، التفتت امرأته فلم تنجو لأنها رأت ما حدث لقوم لوط. إذن هم قوم لوط عليه السلام ولوط، آل لوط طبعا ليس قوم لوط، نجوا بسبب بواسطة أنهم لم يروا ما حدث لقوم لوط، أنهم نجوا بسبب أنهم لم يروا، أنهم حجبوا أو حجبوا أنفسهم بواسطة عدم الالتفات إلى الخلف حتى لا يروا. إذن بهذا الشيء، بعدم رؤية حقيقة ما ذهب ما رأى حدث لقوم لوط، نجوا آل لوط بسبب هذا، باتباعهم أنهم لم يلتفتوا إلى وراءهم ليروا ما حدث، فمن هنا نجوا. من هنا إذن نجوا بسحر، بسحر نجيناهم بسحر بعدم رؤية ما حدث لحقيقة أمر قوم لوط. هنا يقول
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله، والمستغفرين بالأسحار. وهنا آية تقول والأسحار هم يستغفرون، طبعا في آل عمران 17 والنازعات 18. ما معنى طبعا نقول أن قوم لوط هم نجوا، يعني كان وقت السحر عندما ذهبوا قطعة من الليل، لكن القرآن يتكلم بسحر ليس بواسطة أنهم مشوا وقت السحر، لا، بسحر يعني بعدم رؤية ما حدث لقومهم، بتغطية ما بحجب عنهم ما حدث لقوم لوط، فهذا معناه بسحر. ولو أنهم نجوا ولو أنهم كان وقت نجاهم وإهلاك هذا القوم في وقت السحر قبل شروق الشمس طبعا. هنا والمستغفرين بالأسحار، قال بالأسحار ما قال وقت الأسحار أو في الأسحار. بالأسحار ممكن أن أستغفر أنا في النهار يكون استغفار بالأسحار، لكن الناس عندما فهموا أن بالأسحار معناته وقت السحر وقت آخر الليل ففهموا خطأ. ملاحظ يستغفر قبل طلوع الشمس بساعة ويستغفر مليون مرة وخمسين أكثر، ولكن يذهب في النهار فأعمل كل المبقات. إذا ما أستغفر بالسحر، قلنا السحر هو حجب الشيء، عدم رؤية الشيء على حقيقته، يحجب، يصير هناك شيء موجود فلا تراه، لا يعني لا يصل إليك خبره بأي طريقة عن سمع أو نظر أو إلى آخره، فتكون قد سحرت قد حجبت عنه. فإذا أنت استغفرت الله بالسحر بالحجب، بالحجب أي اتصال بالذنب عن سماع أو رؤية أو أي وسيلة، فتكون استغفرت بالأسحار، أي استخدمت هذه الوسائل، وسائل الحجب، حجب الذنب، فتكون استغفرت بالأسحار. وبالأسحار هم يستغفرون بواسطة الأسحار، بواسطة الفواصل والحواجز عن الذنب، أن لا تعود له ولا تتذكره ولا تسمعه ولا تراه. إذن أنت سحرت أو عن الذنب، حجبت عن الذنب، إذن بالأسحار هم يستغفرون. لذلك الناس عندما فهموا أن بالأسحار فقط فلم يفيدهم ذلك، لم يفهموا أن بالأسحار معناتها أن تقطع كل سبل المؤدية للذنب أو كل قنواته السمعية والحسية والرؤية البصرية إلى آخره. إذن وبالأسحار هم يستغفرون، نجيناهم بسحر، يعني بواسطة حجب حقيقة ما حدث لقوم لوط. إذن من هنا يأتي أهمية فهم القرآن الكريم مفرداته بالمفهوم الصحيح حتى نفسر ونفهم الآيات في سياقها وبمفهوم الصحيح. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، هذا أخوكم سعيد بن ظاهر من شعب القحطاني، يحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.